أم الحسن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يسأل سؤالا متعلقا بما سأل عنه الأسبوع الماضي، وهو موقف المسلم عندما يكون مستضعفا في بلد الكفر. وقد تكلمنا عن ذلك ووضحنا هذا الأمر في الأسبوع الماضي، لكنه يقول: هل هذا يدخل فيه الشخص أيضا الذي يسمع سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إذا أحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بارك الله فيكم، أخشى أن يكون كلامي في الأسبوع الماضي لم يفهم جيدا. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن حال ليست موجودة في الحقيقة في زماننا، ولسنا في حاجة إليها، وإنما يتكلم عن حال تشبه حال المؤمنين عندما كانوا في مكة قبل تشريع الجهاد، وقبل تشريع الهجرة ووجوب الهجرة، وقبل أن يوجد دار إسلام وما إلى ذلك. فهذه الحالة ليست موجودة في الحقيقة الآن، وتكاد تكون منعدمة. فبلاد الإسلام كثيرة، والمسلم ليس مقهورا ومرغما على أن يعيش في دار كفر، وليس المسلمون بالضعف الذي لا يؤهلهم للجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. والآن الذي يعيش في بلاد الكفر ويرى أن دينه، يعني دينه ينتهك، أو أن حرمات الإسلام يعتدى عليها ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهك الأعراض وما إلى ذلك، هذا ليس واجبا عليه أن يعيش في هذه البلاد. ما الذي جعله يعيش في بلد يسب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينتقم له؟ وما الذي يجعله يسكت على ذلك وأمامه طرق كثيرة يتخذها طرق أمامه طرق يعني كيف الصوت يا إخوان؟ كيف الصوت؟ أمامه طرق سلمية، وأمامه طرق غير سلمية، لكن هذا راجع لقدرته وما يمكنه أن يفعله. فلا ينطبق الحال، هذا خلاصة القول، لا ينطبق الحال المذكور على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله سبحانه وتعالى أعلم.